السلام عليكم. هاي المحاضرة الثانية من محاضرات الباثو اللي هي الاسكيميك هارت ديزيز. بداية أنا لازم أعرف هو شنو معنات كلمة اسكيميا. الاسكيميا هي جزئين، كلمة الاسك يعني بمعنى السبرشن أو ديبرشن، يعني هي سالفة تقليل. الإيميا نعرف أنه هي البلد، فالإسكيميا هو عبارة عن سبرشن للبلد. وإذا أنا سويت سبرشن للبلد يعني أكيد سويت سبرشن للأكسجين، سويت سبرشن للنيوتريشن، هذا كله قللته عن التشو، فهذا هي معنات كلمة إسكيميا. فلما أجي أنا أعرف كلمة إسكيميا يقول عادي، هي كلمة إسكيميا هو عبارة عن السبرشن of the blood supply، الأكسجين، النيوتريشن. بس لأنه أنا جاي أقول هنا أنا إسكيميك هارت ديزيز فأقول of the heart، بس بمجرد أنه أضيف كلمة الهارت اللي هي نفس التعريف. فإذا مثل ما قلنا اللي هو الإسكيميك هارت ديزيز اللي هو اختصار IHD اللي هو is a broad term، هو عبارة عن مصطلح واسع encompassing several syndromes caused by the myocardial ischemia. فبالنسبة للمايوكارديال ischemia والإسكيميك هارت ديزيز هي مصطلح واسع نتيجة للإسكيميك هارت ديزيز، راح ينطيني several symptoms أو several syndromes، يعني راح ينطيني angina، وراء الانجينا إذا استمر الوضع راح ينطيني myocardial infarction، وراء الانفاركشن ممكن ينطيني الـ death. فهي كلها عبارة عن مجموعة من السيندرومز راح ينطيها الإسكيميك هارت ديزيز. فمثل ما قلنا وشنو معنات الإسكيميك هارت ديزيز، هو عبارة عن imbalance between للكاردياك بلود سبلاي أو depression للكاردياك بلود سبلاي اللي هو البرفيوجن. برفيوجن يعني هو كنا نعرفه أنه هنا مو البلد سبلاي جاي مر، فأكيد هنا راح تطلع من عنده اللي هو الأكسجين والنيوتريشنال ديماند، تروح لك المن، تروح لك للتشو. كان يعرف هذا يسموه اللي هو بالبرفيوجن. فإذا أنا أصلاً قللت البلاد إذا يعني قللت البرفيوجن اللي راح يجي يصير، فبالتالي إذا أنا قللت الأكسجين راح يعبر، قللت النيوتريشن اللي راح تجي تعبر. And فبالتالي مثل ما قلنا suppression للكارديك بلاد سبلاي اللي هو البرفيوجن، المايوكارديال أكسجين والنيوتريشنال ريكوايرمنتس. الإسكيميك هارت ديزيز remains the leading cause of the mortality in the United States. مثل ما قلنا هو تقريباً يعني اللي هو السبب الأول أو يعني السبب الأساسي للمورتاليتي in the United States and another developed nations وبعدة ولايات ثانية accounting for the 7 million deaths worldwide each year. يعني تقريبا الإسكيميك هارت ديزيز يعني يكون سبب وفاة 7 مليون شخص حول العالم. الإسكيميك هارت ديزيز usually is synonymous with the coronary artery disease، يعني على الأغلب إنه الإسكيميك هارت ديزيز السبب مالته هو الكورونري artery disease، هو عبارة عن مرض صار بالكورونري artery. هذا الشيء إذا قلل لك البلد سبلاي مثلا اللي هو أكثر سبب اللي هو هنا عندك هسه هذا الأرتري، هنا مثلا هسه هذا هنا عندك الكورونري artery، هنا أنا صار بي اثيروسكليروتيك بلاك، صار هنا عندك هذا البلاك، اذا بالتالي اذا منعت لك البلد، فبالتالي اذا شنو صار عندك سبريشن بالبلد، سبريشن بالاكسجين، سبريشن بالنيوتريشن، فبالتالي اذا صار عندك اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز. فلهذا يقول انه على الاغلب انه الاسكيميك هارت ديزيز هو مصطلح استعمله او يصير لك نتيجه للكورونري artery ديزيز. In most cases بأغلب الحالات مثل ما قلنا بالنسبة للإسكيميك هارت ديزيز، هو أنه الإسكيميك هارت ديزيز يعتبر late manifestation أو consequence، يعني هو عبارة عن فد مضاعفات للمن للكورونري أثيروسكليروسز، أنه نتيجة هسنان عندك كورونري artery صار بي أثيروسكليروسز، سد هذا الشريان أو سد 70 فوق 70%. فإذا بالتالي إذا قلك عندك البلاد، قل عندك الأكسجين، وقل عندك النيوتريشنال ريكوارمنت اللي جاي توصل لك للتشو، إذا بهاي الحالة راح يسوي لك الإسكيميك هارت ديزيز. فمثل ما قلنا إذا هو عبارة عن manifestation أو consequence للكورونري أثيروسكليروسز that has been gradually building for decades. الأثيروسكليروسز أكيد ما تبني لك خلال يعني أيام، إنما يعني ممكن حتى خلال أعوام يعني. فيقول لك إذا هاي الأثيروسكليروسز ممكن beginning even in childhood، إنه تبدي لك يعني حتى من أثناء الطفولة لحد ما تكبر، أو مثل ما قلنا إنه أثناء مثلا اللي هو adolescence يعني أثناء الشباب. ومثل ما قلنا إنه أصلا الأثيروسكليروسز يعني هي يكون clinically silent، يعني ما تظهر لك أعراض لحد ما توصل لك تقريبا عمر 40 إلى 60 سنة، يلا تبدي يعني يسوي لك شغل. فلهذا مثل ما قلنا إنه هي إنه gradually building، إنه يعني خلال السنين يعني تقريبا 40 إلى 60 سنة فعلا يلا تبدي تظهر الأعراض مالتها، لأنه هي مو رأسا تظهر إنما خلال سنين جاي تتطور. يقول إنه الإسكيميك هارت ديزيز less frequently للسبب مال الإسكيميك هارت ديزيز هو increase مثلاً للديماند، مثل ما قلنا هنا قبل شوية، وهنا راح أخليها أنا بطريقة
إن إحنا مثل ما قلنا قبل شوية إنه الإسكيميا معناها إنه decrease للبلد سبلاي. إذا بمعنى إنه الإسكيميا ممكن يصل نتيجة decrease بالبلد سبلاي. فلان نجي نشوف إذا فعلًا هو ذاكر إنه diminish للبلد فوليوم اللي هو حجم الدم أو البلد سبلاي، يعني قلك الدم. وليش قلك الدم؟ لأنه مثلًا يعني مو الأثيروسكليروسيس، يعني مثلًا صار spasm، يعني هنا صار عندك spasm، هنا قل عندك البلد سبلاي، أو مثلًا صار عندك اللي هو الهايبوتينشن يعني قل ضغط الدم. أوكي، فبالتالي إذا هاي أكيد بالنهاية يؤدي إلى أنه ماكو دم يعني جاي يوصل بشكل كافي لعضلة القلب. فإذا diminish للبلد فوليوم، مثلا عندك اللي هو الهايبوتينشن أو الشوك. الشوك يعني اللي هو تقريبا عبارة عن هارت فيلر، بس مرحلة كلش متقدمة من الهارت فيلر، يعني الهارت ما جاي يقدر يضخ الدم بشكل صحيح. فبالتالي إذا هاي من يصير يعني يوصل مرحلة متقدمة من الهارت فيلر، إذا بهاي الحالة أنا نسميها بالشوك، فإنه ما جاي يضخ أصلا دم بشكل صحيح، يعني اذا دم اقل جاي يطلع لك من القلب. وهم من او مثلا يعني في حاله الهايبوتينشن اصلا انت عندك انخفاض بضغط الدم، فيعني اصلا انت ما عندك يعني ذاك الدم الكافي على مود يوصل لك ويغذي لك الانسجه بالشكل اللي هي محتاجته. فبهاي الحاله اذا diminish للبلود فوليوم، مثلا مثل ما قلنا. واذا diminish للبلود يعني شنو؟ يعني اذا diminish للاكسجين. فاذا هنا هم ذاكر اللي هو diminish للمن للاكسجينيشن. ممكن انه انت عندك بلود بس هنا الاكسجينيشن هو القليل، انه عندك هنا الاكسجين مال هذا البلاد هو القليل. مثلا عندك سالفه النمونيا او اللي هو اللي هو الكرونيك هارت فيلر او الهارت فيلر، تقريبا نفس الشوك، بس مثل ما قلنا هاي مرحله مبكره، يعني هاي اللي هو الفيلر وراها من يعني تتطور مرحله الهارت فيلر يصير لك شوك. فمثل ما قلنا هنا هاي اللي هو جماعه الاكسجينيشن، يعني هنا اللي هو البلاد ما جاي ياخذ كفايته من الاكسجين. يعني مثلا عندك اللي هو النمونيا، يعني عندك التهاب بالرئه، فبهاي الحاله اذا الرئه ما جاي تقدر تسوي لك اكسجينيشن بالطريقه الصحيحه للقلب او للعفو للدم. مثلا diminished للاكسجين كارين كاباسيتي، او انه يقل لك الاكسجين كارين كاباسيتي، انه هو البلاد نفسه ما جاي يقدر يشيل لك عليه الاكسجين. يعني مثل ما قلنا انه هو البلاد به هيموغلوبين، يعني اعتقد ملايين من الهيموغلوبينز، وكل هيموغلوبين بيها مجاميع هيم، أربعة مجاميع هيم، هاي هنا كلهم تقدر يشيل لك اكسجين. لكن مثلا عندك بحالات معينه، مثلا بحاله اللي هو التسمم بالسي او اللي هو الكربون مونوكسيد، لو تسمم به فالكربون مونوكسيد من يرتبط ويا يمنع لك او يقلل لك الافينيتي انه يرتبط لك ويا الاكسجين. فبالتالي اذا يقل عندك الكارين كاباسيتي مال الاكسجين اللي هي سعه الحمل للاكسجين، مثل ما قلنا في حالة اللي هو الكربون مونوكسيد بويزنينج، أو في حالة مثلا الأنيميا اللي هو أصلا أنت عندك بلد قليل. يعني إن لو أنت عندك بلد قليل فإذا أكيد اللي هو الكارين كاباسيتي أكيد حيكون قليل، يعني هو بلد قليل إذا يعني أكسجين أقل أو أكسجين قليل، لأنه ماكو يعني بلد هواية جاي يشيل لك أكسجين هواية، أو في حالة مثل ما قلنا التسمم. كذلك في حالة اللي هو الانكريز للديماند، هنا في حالة أنه أوكي يعني لو القلب جاي يسوي رياضة أو جاي يسوي جهد، بهاي الحالة إذا راح يزيد احتياجه للدم. مثلا اللي هو الانكريز للهارت ريت، أو اللي هو الهايبرتينشن، هو هارت ريت يعني هايبرت أو يعني مو هايبرتينشن بس الهايبرتينشن أو الهارت ريت، يعني في حالة الرياضة أكيد راح يزيد عندك الهارت ريت، أو في حالة الهايبرتينشن يعني إنه هم راح يزيد لك دقات القلب. هنا إذا مثل ما قلنا بنرجع يقول لك اللي هو الإسكيميا مو هي عبارة عن broad term encompassing several syndromes، يعني هي راح تؤدي لك إلى مجموعة من السيندرومز مثل ما قلنا، لأنه عبارة عن مصطلح واسع. فهاي السيندرومز هي اللي راح نجي ناخذها، اللي هو الكلينيكال بريزنتيشن مال الاسكيميك هارت ديزيز، مثل ما قلنا عباره عن مجموعه من السيندرومز. هي هاي السيندرومز اللي هنا نذكرها، اللي هو شنو هاي السيندرومز؟ يا اما انه بالبدايه ينطيك انجينا، يعني انه من صار انت مثلا يعني راح اخذها عن اللي لو انه انا عندي اثيروسكليروسيس بالكورونري ارتري، يعني مثل ما قلنا على الاغلب الموضوع هو اثيروسكليروسيس بالكورونري ارتري. فهذا عندك الكورونري ارتري باثيروسكليروسيس، اللي راح يصير راح ينقطع لك اذا البلد سبلاي عن التشو مال القلب. اذا هنا جاي ينقطع لك البلد سبلاي، ينقطع لك البلد، او صار اكو عندك diminish بالبلد، اذا صار عندك diminish بالاكسجين، اذا صار عندك diminish بالنيوتريشن. هاي هنا نقاط اساسيه، يعني لازم يعني اذا قل البلاد اكيد قل لك الاكسجين اللي راح يوصل، وقل لك النيوتريشن. اذا قل البلاد يعني قل البرفيوجن، مثل ما قلنا قبل شوي انه راح يقل لك البرفيوجن، يعني كميه اقل من السوائل راح تعبر لك للمن للانسجه اللي هي تحمل معها الاكسجين والنيوتريشن. فالمهم اللي هنا اذا اللي راح يصير مثل ما قلنا، في حال اذا عندك الاثيروسكليروسيس اذا راح يصير عندك كل ذني الاعراض قلك، فاذا صار عندك اسكيميا. من يقل الاسكيميا اكيد انه الخلايا مو راسا حتموت، انما
الخلايا راح ينقطع عنها النيوتريشنال ديماند او النيوتريشنال ريكويرمنت والاكسجين للبلاد. فبالتالي اذا اول ما يصير عندها انه يصير اكو اذيه بالقلب، هاي اول حاله، انه يصير عندك هنا بالقلب يصير اكو فد اذيه، يعني هنا اوكي الخلايا جاي تشتغل بس جاي تتاذى لانه ما جاي تحصل على النيوتريشن وعلى الاكسجين وعلى البلاد وعلى البرفيوجن، فاذا جاي يصير بها اذيه. في حال انه انا ما عالجته والموضوع تطور وما زال انه اكو انسداد والاسكيميا متطوره، اذا بهاي الحاله اللي راح يصير لي يتطور الموضوع من مجرد بين الى يصير لي ديث، يصير لي هنا بهاي الخلايا ديث، هاي الخلايا تبدي تموت. فهنا القلب ايش راح يبدي يسوي؟ هنا القلب راح يبدي اذا يريد يعوض، يعني هنا يدرب بروحه انه اوكي اكو خلايا جاي تموت، اكو بين، اكو ما يعني اكو ديث بهاي الخلايا. فالقلب ايش راح يبدي يسوي؟ اذا راح يبدي ضخ اكثر، راح يبدي ضخ اسرع على مود يوصل النيوتريشن، على مود يحاول انه يوصل هاي النيوتريشن للمنطقه اللي ميته اللي بالقلب. فبهاي الحاله ايش راح يصير؟ بهاي الحاله اصلا راح يصير عندك اللي هو الهارت فيلر، اللي هو الكرونيك هارت فيلر، خلاص، لانه لا هو القلب جاي يحصل على نيوتريشن، لانه اكو هنا سد، بنفس الوقت انه القلب جاي يشتغل يعني شغل يعني اكثر من الاكسجين والبلاد والنيوتريشن اللي جاي يحصلها، فهو جاي يشتغل شغل كلش عالي، بالمقابل اكو بلاد قليل، اكو اكسجين قليل، اكو نيوتريشن قليل. بهاي الحاله اذا القلب اذا ما يقدر يتماشى ويا هاي النيوتريشن القليله، بالرغم من انه جاي يشتغل شغل كلش عالي، اذا بهاي الحاله يؤدي لك الى الكاردييك هارت فيلر. زين، فاذا بالنسبه هنا اقول لك، اذا اول عرض اسمه الانجينا او الانجينا بيكتورس، هنا مثل ما قلنا هو انه الاسكيميا لها القدره انه يسوي لك بين، انديوز للبين، لكن انه انسفيشنت تو كوز المايوسايت ديث، بس انه مثل ما قلنا هي حاليا مقويه انه يسوي لك ديث، انما الموضوع فقط عباره عن بين. ورا ينطيك مايوكارديال انفاركشن او يسموه بالاكيوت مايوكارديال انفاركشن. هنا لا، هنا خلاص صار مايوسايت ديث، انه السيفيريتي مال الاسكيميا، يعني الاسكيميا صارت كل الشديده، او انه الدوريشن مال الاسكيميا، او انه لا انه الاسكيميا استمرت، يعني ما عالجتها واستمرت الاسكيميا. فبهاي الحاله اذا راح تكون سفيشنت قادره انه تسوي لك كاردييك مايوسايت ديث اكيد. اذا مثل ما قلنا يجي القلب يريد يعوض، اللي هو البروجريسيف كاردييك ديكومبينايزيشن او ديكومبينزيشن، انه القلب يريد يجي يعوض لك الخلل اللي صار. فبالتالي هنا شنو progressive، يعني بشكل شديد يبدي يشتغل على مود يعوض لك، وبنفس الوقت شنو جاي يشتغل بشكل شديد progressive، بس بنفس الوقت ماكو لا nutrition لا كل شيء ماكو. فبهاي الحالة إذا مثل ما قلنا يسوي لك اللي هو heart failure. فإذا مثل ما قلنا إنه progressive cardiac decompensation، إنه القلب يريد يعوض لك اللي راح يجي يصير الضرر اللي صار بنفسه نتيجة للمايوكارديال infarction، مثل ما قلنا نتيجة للديث اللي صار، أو إنه secondary to the accumulated small ischemic insults. أنا صراحة هاي ما فهمتها، يعني نتيجة accumulated small ischemic insults. فهاي إذا إيش راح يسوي لك بالنهاية؟ للميكانيكال pump failure، خلاص لأنه القلب ما جاي يقدر إنه يعني يستمر ويا هذا الضغط المسلط عليه، فبالتالي إذا يصير بي pump failure، لأنه مثل ما قلنا إنه جاي يشتغل بشكل كلش عالي بس الأكسجين والبلاد وهاي كلها قليلة، فما يقدر إنه يتحمل هذا الشيء فيصير له heart failure. بالنهاية ممكن يصير عندك cardiac death، اللي هو sudden cardiac death، ممكن إنه بالنهاية يصير. فإذا this can occur as a consequence of a tissue damage from the MI، فإذا مثل ما قلنا هذا ممكن يصير لك نتيجة للMI، لأنه الMI مثل ما قلنا شنو myocardial infarction، يعني عبارة عن death، عبارة عن myocyte death، هي هاي المايوكارديال انفاركشن. فبالتالي انه ممكن يعني اذا استمر المايوكارديال انفاركشن العضله كلها تموت، فيسموها اللي هو سادن كاردييك ديث. بس على الاغلب السادن كاردييك ديث ما يصير لك نتيجه المايوكارديال انفاركشن، هو ممكن يصير بس مو دائما، يعني بحالات يعني قليله، انما اغلب شيء السادن كاردييك ديث هو جاي يصير نتيجه الليثال ارثميا، نتيجه الارثميا انه اكو خلل بدقات القلب. فبهاي الحاله اذا يصير لك اللي هو sudden cardiac death، يعني اكو خلل، يعني القلب ما جاي يدق بشكل منتظم طبيعي، انما ارثميا بشكل غير منتظم بشكل غير طبيعي، فيسبب لك sudden cardiac death without myocyte necrosis، من دون حتى ما يصير necrosis. فاغلب حالات الكارديك sudden death هو مو حالات المايوكارديال انفاركشن والمايوسايت necrosis، لا، انما هي lethal arrhythmia. زين، وراح نجي الى مصطلح اسمه اللي هو الاكيوت كورونري سيندروم. الاكيوت كورونري سيندروم
هو عبارة عن مصطلح أنا أقدر أطلقه على الـ unstable angina، على الماي أو مو أطلق، إنما هو هذا المصطلح يشمل لك مجموعة من الـ diseases. الـ unstable angina شنو هو الـ unstable angina؟ إحنا أخذها بعدين، بس أنا هنا عندي ثلاثة أنواع من الـ angina، عندي الـ stable angina وعندي الـ unstable angina وعندي الـ variant angina، احنا اخذهم بعدين يعني احنا اخذ معي المحاضره. بالنسبه للستيبل انجينا، الستيبل انجينا انت قاعد مرتاح ما باي اعراض، فاذا اثناء الرست ما باي اعراض هذا الشخص، في حال انه قام وسوى له تنشن جهد على عضله القلب، فبهاي الحاله اذا راح يصير عنده اعراض، فبهاي الحاله نسميتها بالستيبل انجينا. الانستيبل انجينا قاعد مقاعد مرتاح تلعب رياضه، بكل الحالات انت عندك الم، فهذا سميه بالانستيبل انجينا. الفاريانت بعدين حناخذه. فالانستيبل انجينا هي تشمل او هي واقعه ضمن مصطلح الاكيوت كورونري سيندروم اللي هي انستيبل انجينا، مو الستيبل، لا الانستيبل انجينا. كذلك المايوكارديال انفاركشن ومرات السادن كاردييك ديث. فذني الثلاث مصطلحات مجموعه نسميهم بالاكيوت كورونري سيندروم. الأكيوت كورونري سيندروم هو هاي نفسه، إنه ليش تصير؟ مثل ما قلنا نتيجة للأثيروسكليروسيس، نتيجة للأكيوت بلاك تشينجز. هو هنا أنا يعني بس أنا حاخذ لك واحدة بس اللي هي المايوكارديال انفاركشن. شنو معنات مايوكارديال انفاركشن؟ مايوكارديال انفاركشن يعني إنه الخلايا جاية تموت، يعني اللي عندك يا هنا بعضلة القلب هنا، إنه اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير مايوكارديال انفاركشن يعني انه الارتر انسد تماما لدرجه البلد نهائي ما جاي يوصل لهاي المنطقه، فبالتالي اذا هنا بهاي المنطقه تموت. انا هنا عندي يعني افترض انه هسه هذا الارتري اجي واكبره، هذا هنا الارتري، ايش بيه هذا الارتري؟ مثل ما قلنا بأثيروسكليروتيك بلاك، هاي هنا عباره عن البلاك، هل هو مسدود؟ لا ما مسدود، فلهذا هنا بهاي الحالة يصير انجينا، يصير بس ألم لأنه قل لك عندك اللي هو البلد اللي جاي يوصل لك للقلب. في حال إنه عندك صار هاي البلاك صار بها رابتشر، يعني هنا الكاب، هنا نعرف إنه بيها كاب موجودة الفوقية هنا، هاي الكاب مالتها، هاي عبارة عن الجو، هاي عبارة عن سوفت ليبيد كور، والبرة هي عبارة عن الكاب. ففي حال إنه هاي الكاب صار بها رابتشر يعني هنا انشقت، يعني نتيجة العدة أسباب، ممكن هاي الكب تكون ثيني يعني أصلا تكون رقيقة فتنشق، يعني ما تقدر تتحمل لك، فمن تنشق إذن بالتالي شو راح يصير عليها؟ راح تي طبعا هذا السطح مالتها يكون ثرومبوجينيك، يعني بس بوده يسوي خثرة، فبمجرد أنه هذا السطح تعرض لك للبلد، إذا رأسا شو راح يجيك؟ رأسا هنا تجيك الثرومبس وتسوي عليه خثرة، فش سوت هنا؟ سدد لك الارتري بالكامل، فاذا بالنهايه اذا ايش تنطيك؟ تنطيك الانفاركشن، انه هو السيل ديث او المايوسايت ديث. فلهذا انت ايش يربطها؟ انه الاكيوت كورونري سيندروم من ضمن مصطلحاتها المايوكارديال انفاركشن، اللي هي ليش يصير المايوكارديال انفاركشن اصلا؟ لانه انسد بالكامل، واللي هذا الانسداد يسموها باللي هو الاكيوت بلاك تشينجز، هو الانسداد. الاكيوت بلاك تشينجز هي تشمل ثلاث مصطلحات، المصطلح الاول اللي شفناه قبل شويه اللي هو الربتشر، المصطلح الثاني اسمه الالسريشن اصلا يعني يصير بيها ألسر، ألسريشن يعني اشد من الربتشر، هذا الالسريشن يعرض لك، طبعا انا غلطت من هنا انا ايش رسمتها، الرسم هو بشكل دقيق، ما ادري اذا جاء الصوره، لا بس هو الرسم بشكل دقيق انه هسه هنا عندك هسه هذا الارتري بعده طبقات، مو راح ارسم ازدنا الطبقتين، هاي هنا هي طبقه الاندوثيليوم، اندوثيليوم، وهنا هاي هي طبقة، هاي اللي هنا هي الطبقة اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس، اوكي؟ الاثيروسكليروسيس وين يصير؟ الاثيروسكليروسيس يصير لك هنا، يصير لك هنا وتبدي تكبر، هنا ما بها اي ترابتشر، تبدي تكبر تكبر لحد هاي كلها وين؟ هاي حاليا كلها جو صايرة بالاكسترا سيلولار ماتريكس، يعني الاندوثيليوم كل شيء ما بيها، كل هاي جو الاكسترا سيلولار ماتريكس، اوكي؟ في حالة انه، ومثل ما قلنا اذا بالنهاية هم ايش يصير بها؟ انه تغطى لك بكب. ففي حالة انه هذا الكب انكسر، اذا عرض لك الثرومبوجينيك، هاي المنطقة اللي هي المنطقة مثل ما قلنا السوفت ليبيد كور، فيصير بها اذا تنسد، يعني ينسد شو اسمه، اوكي انا ما ادري شلون رسمته بس يعني اتمنى وصلت الفكرة. يعني انا رسمته بشكل صغير.
يعني نقرب الارتري هذا، يعني نفترض انه هنا هو الارتري، اوكي؟ فاذا مثل ما قلنا ويصير اللي وراها اذا يصير لك هذا الموضوع، انه يصير اللي هو الثرومبس فورميشن. فعلى الالتريشن، الالتريشن لا، الالتريشن حتى الاكس، يعني هذا الالتريشن يصير تقرح، الاكسترا سيلولار ماتريكس نفسها تتعرض لك، والاكسترا سيلولار ماتريكس هم من ثرومبوجينيك، يعني هم من بس بودها تسوي لك تخثر. فهم من يصير التريشن هم من هنا يصير تخثر، وهم من تنسد لك الجسمه اللي هو الارتري. فهاي يسموها بالاكيوت بلاك تشينجز. بعدك وحده من الاكيوت بلاك تشينجز هي المفروض ما هذه من ذيك المحاضره اللي اسمها الهيموريج، انه هنا عندك مو هي هاي البلاك، فايش يصير بيها؟ تتكون بلود فاسل جديده لها، تتكون لك هنا بلود فاسل تغذيها، فيصير بيها هيموريج، يصير بيها هيموريج. هاي همين من ضمنها، بس انا اللي يهمني بيها حاليا اللي هو الربتشر او مره يسموها بالفيشرنج والالسريشن، هذا اللي يهمني. العامل تنشق وصار اكو ثرومبس فورميشن بوقع فولود باي الثرومبس. فهذا هو الاكيوت كورونري سيندروم، هو عباره عن مصطلح انا اطلق عليه الانستابل انجينا والمايوكارديال انفاركشن والسادن كاردييك ديث، واللي هو ليش مثل ما قلنا؟ لانه نتيجه الاكوت بلاك تشينجز اكو رابتشر، اكو فيشرنج، الرابتشر اللي هو نفس الفيشرنج، اكو ألسريشن، فاذا يتبع بالثرومبس وينسد الارتري كله ويسوي لك هاي السيندروم. الباثوجينيسيس مال الاثيروسكليروسيس، يعني انه هذا المرض اوكي شلون صار؟ مثل ما قلنا طبعا هنا هاي هي بالضبط مثل هاي اللي قلنا، لا مو هاي، وينها؟ ايه بالضبط مثل هاي اللي هو الكوروناري ارتري ديزيز، بالضبط مثله، لانه على الاغلب يصير نتيجه الكوروناري ارتري ديزيز، بس هنا انا عاده بس بطريقه ثانيه. فالاسكيميك هارت ديزيز مثل ما قلنا برايمرلي ا كونسيكونس اوف ان ادكويت كوروناري بيرفيوجن، ليش؟ لانه عندك كوروناري ارتري ديزيز، فهو هو اسمه اسكيميا. هو ليش اسكيميا؟ وليش جاي يصير اسكيميا؟ لانه عندك نقصان بالبرفيوجن، يعني نقصان بالبلاد، عندك نقصان بالاكسجين، نقصان بالنيوتريشن، فهو اذا لهذا يصير لك عندك الاسكيميك كارديا، فهو هنا عاده. فاذا الكونسيكونس نتيجه منه؟ نتيجه للانادكوت كورونري برفيوجن ريليتيف تو ذا مايوكارديال ديماند، اعتمادا على المايوكارديال ديماند، يعني تلقى عضله القلب محتاجه كذا كميه من الدم، بس انت عندك اصلا نقصان بالكورونري برفيوجن، يعني اصلا الكورونري مسدود وما جاي يعبر من خلال الدم، فبالتالي اذا يسوي لك اسكيميا. اذا this imbalance occur as a consequence of a combination of the pre-existing or fixed atherosclerotic occlusion. هاي ال consequence اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو صارت نتيجة منه، أو a consequence ليش؟ لأنه قلت عندك البرفيوجن، يعني لأنه قلت عندك البلد، لأنه احنا مثل ما قلنا انه شو وقت يصير لك عندك الاسكيميك هارت ديزيز؟ اذا قلك البلد قلك الكذا كلن، فهو جاي يصير انه هذا الكونسيكونس اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو مثل ما قلنا صار نتيجه منه لانه قل لك البرفيوجن والبلد والكذا. ليش؟ لانه انت عندك بري اكزيستنج او فيكست اثيروسكليروتيك اوكلوجن، لانه انت عندك اوكلوجن، هاي الاوكلوجن صار بيها سوبرمبوزد ثرومبوسيس اور فاسوسبازم، صارت عندك عليها ثرومبس تخثر وراها، او ممكن نتيجه الفاسوسبازم. الفاسوسبازم هي يعني هيك ارتري طبيعي، الفاسوسبازم هو هيك يصير انه بمنطقه محدده من الارتري يتقلص، هيك يصير. فانت هنا عندك اثيروسكليروسيس بشكل، او مثلا هنا انت عندك اثيروسكليروسيس هيك صايره، وتجي النوب تسوي لك اياها فاسوسبازم، هيك فاسوسبازم، هنا عندك اثيروسكليروسيس، فتقريبا يعني حينسد وينطيك الاسكيميك كارد ديزيز، او لا ممكن يعني مثل ما قلنا يصير بها رابتشر ويصير اللي هو السوبرمبوزد ثرومبوسيس مثل ما قلنا. ورا يقول لك اللي هو الاثيروسكليروتيك ناروينج اللي هو الاثيروسكليروسيس، هنا انا سجايش عن الاثيروسكليروسيس، يقول لك ان الاثيروسكليروسيس ممكن يصيب لك اي ارتري مال القلب، يعني مثلا ممكن يصيب لك اللي هو اللي هو الرايت كورونري ارتري، الرايت كورونري ارتري ممكن يصيب لك الليفت كورونري ارتري، الليفت كورونري ارتري بي برانشين اللي هو a left anterior descending artery و left circumflex artery، هذا هو، هذا هنا عندك هو a left coronary artery، هذا هو left coronary artery، left coronary artery أول ما يطلع رأسه ينطيك branches، هذا circumflex لأن هيك صاير، فيسموه اللي هو
left circumflex coronary artery. هذا هنا نازل على السطح الأمامي من قدام. فش يسموه؟ يسموه left لأنه هو left coronary artery. Descending لأنه هو نازل. Descending artery أو اللي هو left descending coronary artery. Left descending coronary artery. ومرات يسموها من باللي هو left descending anterior coronary artery. مرات يسموه بالanterior artery لأنه مثل ما قلنا بالanterior wall. زين، فمثل ما قلنا ممكن يصيبهن ذني كلهن singly، يعني ممكن يصيب لك واحد منهم بس. ممكن الاثيروسكليروسز تلقاه بس بالرايت كورونري، ممكن بس بالLAD، ممكن بس بالLCX، او ممكن يصير incompination، يعني مثلا تلقاني ثلاثتهن او اثنين منهن صاير بيهن خلل عادي. sometimes secondary branches also are involved، يعني يقول لك بعض الاحيان البرانشز ممكن همين تصير، يعني بالرايت كورونري البرانشز ما تهمين ممكن تلقى بيها همين صاير بيها اثيروسكليروسز. اذا هنا وراها نجي الى اللي الانسدادات مال الارتري. هنا انا لو عندي هسه هذا الارتري صار الاثيروسكليروتيك ومنسد اقل من 70%، ففي حال انه كان الاوكلوجن اقل من 70%، اذا بهاي الحاله الموضوع يكون اي سيمبتوماتيك، يعني الموضوع ما بي اي اعراض، يعني سواء بالريست سواء بالتنشن يعني بالجهد بالرياضة ما حتلقى أي أعراض، ما حتلقى أصلاً أي ألم راح يصيبك نهائياً، يعني ما تحس بأي شيء. ليش؟ لأنه الانسداد أقل من 70%. في حال أنه الانسداد صار أكثر من 70% الارتري أكثر من 70% هاي يسموها اللي هو critical stenosis، يعني من يصير أكثر من 70% بهاي الحالة بحالة الريست فأنت ما عندك أي أعراض نهائيا ولا تحس بأي شيء، يعني هاي المنطقة مثل ما نسميها ما بها أي أعراض. بحالة الريست ما بها أي أعراض. في حالة أنه سويت مثلا سبورت سويت رياضة، إذا قلبتك بهاي الحالة إذا محتاج أنه بلد أكثر، ما راح يحصل بلد، أنت عندك 70% انسداد. فبهاي الحالة إذا بالسبورت تظهر عندك الأعراض، فبحالة الريست يسموها أي سيمبتوماتيك، وبالسبورت تظهر لك أعراض يكون بيها سيمبتومز تظهر لك أعراض. فهي يسموها مثل ما ذكرنا قبل شوية بالستيبل أنجينا، اللي هو إذا أنت مرتاح ماكو أعراض، سوي رياضة أكو أعراض. آخر شيء عندك في حالة إنه الأرتري منسد لك تقريبا بالتسعين بالمية إلى 100% تقريبا، من 90 إلى 100%، ففي حالة إذا عندك أوكلوجن أعلى من 90% سواء 90 إلى 100%، بهاي الحالة أنت مرتاح جاي تلعب لك رياضة جاي يسوي لك جهد ولو جهد بسيط، بهاي الحالة كلها راح تظهر عندك أعراض، كلها ما بيها مجال، عندك أعراض، عندك ألم بالصدر مالتك. فبهاي الحالة إذا بالريست بالسبورت أنت عندك أعراض، شو يسموها؟ يسموها بالأنستيبل أنجينا. زين، فيقول لك اللي هو فيكست أوبستراكشن، لو عندك هنا انغلاق أو أوكلود less than 70% من الكورونري فاسل لومن، اللومن يعني هو هاي التجويف مالتها مسدودة 70% مسدودة، typically are asymptomatic مثل ما قلنا إذا ما بها أعراض، even with exertion حتى لو إذا أنت جاي سوي جهد رياضة ما بها أعراض. لكن الليجن اللي تسد لك 70% من الفاسل لومن يسموها بالcritical stenosis، هاي تسوي لك symptoms in the setting of increasedly ill demand، فقط إيش وقت تنطق symptoms؟ فقط في حالة زاد عندك الديماند. يعني شنو زاد عندك الديماند؟ يعني لعبت رياضة، إذا القلب إيش راح يحتاج؟ راح يبدي يضخ أسرع، إذا على مود يوصل لك الدم يعني للعضلات لأن يعني جاي تلعب رياضة، فبالتالي إذا القلب نفسه حيكون محتاج بلد. فبهاي الحالة فقط لأنه القلب زاد عنده احتياجه increase the demand مالته، فبهاي الحالة يلا راح يصير عندك السيمتمز. فلهذا يقول لك إنه with the critical stenosis يعني الانسداد أعلى من 70% certain level of exertion، فقط أمور محددة من الاكزيرشن، يعني مو اكزيرشن خفيف، لا اكزيرشن يعني level محدد من الاكزيرشن، يعني تعبت نسبة محددة الآن بهاي الحالة راح تظهر لك الأعراض، يعني مو أنت تسوي أي جهد تظهر لك أعراض، لا إنما نسبة محددة من الجهد تبدي تظهر لك كل الأعراض والألم، يسبب لك الشيست بين. And patient is said مثل ما قلنا في هاي شيء يسموها الستيبل أنجينا. ليش؟ لأن يعني السيمتومز تظهر لك في حالة الإنكريز للديماند في حالة تلعب رياضة أو غيره. لكن من عندك اللي هو ستينوسيس أوكلود 90% أو مور من الفاسكولار لومن
فهنا اذا مثل ما قلنا اكيد ان عندك كورونري بلود فلو سيمبتومز ايفن ات ريست، يقول لك حتى لو انت مرتاح انت عندك اعراض وعندك الم بالصدر، هاي يسموها بالانستابل انجينا، سواء مرتاح او ما مرتاح عندك اعراض وعندك الم بالصدر. زين هنا اذا نجي وراها يقول لك انه the following elements contribute to the development of the consequences of the coronary atherosclerosis. انت هنا ذني تقريبا مثل اللي هو الريسك فاكتورز، عبارة عن element او risk factors ذني يزيدا احتمالية انه الشخص يصير عنده atherosclerosis بالcoronary artery، يبدي بالcoronary artery يصير عنده atherosclerosis plaque وتسده. عندك اول وحدة الinflammation. الانفلاميشن يقول لك هو plays an essential role at all stages of the atherosclerosis، هي يقول لك انه تلعب دور مهم بكل الستيجات مال الاثيروسكليروسيس، from inception to the plaque rupture، يعني من بداية انه ما يصير اثيروسكليروسيس او يصير plaque، يعني من هاي البداية لحد ما انه يصير بيها بالنهاية rupture. هاي هنا تشتغل لك، لانه مثل ما قلنا هو بالبداية شلون بالبداية اللي عندك اياه هو هذا الارتري، هنا يبدي نتيجة انه هاي الخلايا الاندوثيليوم، هاي خلايا الاندوثيليوم بالله هن ما بيها لقد ارسمها، بس خلنا نرجع لل هاي هنا نتيجة انه شنو الخلايا من يصير بيها دامج ايش راح يصير؟ راح تبدي يفوت لك عندك اللي هو الدهون اللي هو كنا نعرفه عبارة عن كوليسترول من ال LDL. هاي الدهون شلون راح يجي الجسم يتخلص منها؟ عن طريق المونوسايت، تجي هنا تفوت خلايا المونوسايت اللي هو شنو، هي عبارة عن انفلاماتوري سيلز، فتجيك المونوسايت تريد تتخلص منها تلتهمها المونوسايت، هنا المونوسايت من تتهم لك عدد كبير من هاي الدهون تموت، فيسموها بالفوم سيلز. الفوم سيلز هي عبارة عن مونوسايت زائدا الدهون الموجودة داخلها، يسموها بالفوم سيلز. المهم يعني هسه الموضوع هاي من المحاضرة الأولى. فإذا أكيد أنت عندك، فلو كان أنت عندك كمية هواية من الدهون، فإذا هواية مونوسايت حتفوت تتحول لك إلى ماكروفاجز وتبدي تاكل لك هاي الدهون، فبالتالي إذا حيصير إذا عندي منطقة كلش كبيرة من خلايا ميتة، من خلايا الفوم سيلز. فلهذا عندك فوم سيلز زائدا الفوم سيلز زائدا هاي الطبقة مال الدهون، هاي كلها الصفرة هي عبارة عن دهون يسموها بالفاتي ستريك. اوكي وراها عادي هنا بالنهاية، يعني هنا اوكي يستمر الوضع لحد ما شنو، لحد ما انه في حالة انه اللي صار عندك انه هاي الخلايا صارت كلش هواية خلايا الفوم، يعني دخل لك عدد مهول من خلايا المونوسايد، فبهاي الحالة اللي عندك اياه هذا اللي هو مثل ما قلنا هذا شنو، هو عبارة عن الكاب الفايبرس كاب، هذا الفايبرس كاب ما حيقدر يتحمل، فش يصير بي، يصير بي رابتشر ينشق. ليش؟ لأن صار عندك خلايا كلش هواية من الفوم سيلز، أو مثلا إنه الكاب رقيقة وكذا، يعني عوامل ثانية، بس حاليا أنا اللي يهمني هي العامل إنه لو كان عندك فوم سيلز هواية، فإذا يسوي لك رابتشر، وإذا سوى لك رابتشر صار لك ثرومبس وسد لك الأرتري كله. إذا هي هاي الفكرة. أوكي زين، فلهذا إذن هو يقول لك إنه لها علاقة من الانسبشن، من 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 بداية الأثيروسكليروسيس لحد ما يصير بها رابتشر. مثل ما قلنا إنه الأثيروسكليروسيس begins شلون الانتراكشن of the endothelium cells and the circulating leukocytes، تتداخل لك أثيروسكليرو الاندوثيليال سيلز اللي هي هنا الخلايا، هاي خلايا الاندوثيليوم سيلز مع اللوكوسايت، هاي خلايا الاندوثيليوم مع اللوكوسايت، يعني على ريسبترات تقعد لك المونوسايت وراها ترجع يصير بيها مايجريشن وتفوت، هذا هو الانتراكشن، يصير اكو تداخل ما بين الاندوثيليوم سيلز وما بين السيركليتنج لوكوسايتس اللي منه هي اللوكوسايتس اللي يهمني الماكروفاجز والتي سيلز، ريزلتنج ان ذا منو ان ذا تي سيل اند ماكروفاجز ريكروتمنت، يصير بيها ريكروتمنت، يعني هاي الخلايا خلاص راح اجيبها هاي المنطقه ريكروتمنت، وراها يصير بيها اكتيفيشن انه افعلها، تقعد لك على الريسبتور وتتفعل لك، وراها يصير مايجريشن وتفوت لك الى داخل الاندوثيليوم. In the later stages مثل ما قلنا destabilization of the atherosclerotic plaque occurs through the macrophage metalloproteinase secretion. يقول انه ال destabilization of the atherosclerotic plaque، هنا اللي هو ال plaque، هاي هنا عندك اللي هو ال plaque، وينه هاي كلها هي عبارة عن ال plaque، فيقول لك هنا ال اللي هو وينه الديستابلايزيشن، يعني عدم الاستقرار، انه تكون هاي مو مستقره،
فممكن انه يصير بيها اللي هو اثيروسكليروتيك بلاك اكروزيثرو اللي هو الماكروفاج ميتال بروتينيز سيكريشن، انه الماكروفاجز تقدر تفرز لك انزيمات اسمها اللي هو الميتال بروتينيز سيكريشنز، عباره عن ميتال بروتينيز هو عباره عن ايز يعني هو انزيمات، هي انزيمات بروتينيه محلله للبروتينات. فايش يسوي لك الاثيروسكليروسيس؟ تغير الكور مالتها، تغير لك الكور مالتها، هذا الكور يصير ديستابلايزيشن، يعني يكون رقيق غير مستقر، نتيجة منه نتيجة الافرازات مالتها. زين وراها اذا عندك اوكي يعني مثلا ديستابلايزيشن وسوت لك بالنهاية رابتشر. طبعا هنا ديستابلايزيشن بس ثواني، هنا ديستابلايزيشن هم راح يسوي للمن للكاب، للكاب ليش؟ لأنه الكاب هو ببروتين، الكاب بكولاجين، والكولاجين كنا نعرف به اللي هو الفايبروس تيشو والبروتيوغلايكان. فبالتالي إذا هنا الماكروفاجز هاي تفرز لك أنزيمات اللي هو الميتال بروتييز، يعني أنزيمات محللة للبروتينات اللي هو هاي البروتينات الموجودة بالكولاجين. فإذا يسوي لك ديستابلايزيشن، فممكن إنه هذا يسوي يتحلل لك إياه ويسوي لك إذا بي بالنهاية رابتشر، وبالتالي إذا ينطيك العامل الوراء اللي هو الثرومبس. زين الثرومبوسيس اسوسييتد وذ ا ديزربتد بلاك، هنا لازم نخلي الف خط جوا ديزربتد بلاك. الثرومبس ما يصير الا في حال صار عندك رابتشر، صار عندك ديزربشن بهاي البلاك، يعني هاي البلاك صارت مو طبيعيه، يعني انشقت، يعني مو مستقره، لا انما انشقت هاي البلاك. زين فإذا مثل ما قلنا ديزربتد بلاك اوفن تريجرز للاسكيميك هارت ديزيز البارشال فاسكولار اوكلوجن by a newly formed thrombus. فمثل ما قلنا انه ال partial vascular occlusion هنا بالنسبه للثرومبس يا اما يصير عندك partial occlusion يا اما انه يصير عندك complete occlusion. ففي حاله ال partial occlusion مثل ما قلنا هو عباره عن thrombus على ال disrupted atherosclerotic plaque walks and wane with time and lead to unstable angina. ممكن هنا تظل لك يعني وتتطور لك بمرور الزمن لحد ما تنطيك unstable angina، اوكي لانه partial، لأنه يعني تقريبا سد فوق 70 أو مو فوق 70 تقريبا حتى يعني فوق 90%، يعني 90 أو فوق 90% سد لك إياه من الأرتري فانطاك أنستيبل أنجينا. ممكن بالنهاية هم من ينطيك سدن ديث، ليش سدن ديث؟ اللي هاي آخر هذا ممكن ينطيك سدن ديث، ليش؟ لأنه مايوكارديال انفاركشن، لأنه مثل ما قلنا ممكن يصير لك نتيجة مايوكارديال انفاركشن، فلأنه ماكو أصلاً بلاد جاي يوصل، فإذا مايوكارديال انفاركشن إذا بالنهاية ينطق ديث. Alternatively, even the partial luminal occlusion by thrombus can compromise the blood flow sufficiently to cause a small infarction of the innermost zone of the myocardium. فيقول لك اللي هو مثل ما قلنا partial ممكن يؤدي لك إلى unstable angina أو sudden death، ممكن يؤدي لك همين الى اللي هو السمول انفاركشن، هو اكيد انفاركشن يعني ماكو بلاد جاي يوصل، فممكن ينطيك انفاركشن، بس هذا الانفاركشن وين؟ بالانر موست زون اوف ذا مايوكارديال، فيسموها بالسب اندوكارديال انفاركس. هاي هنا وينه المفروض ذاكره يا الله ما ادري وين راح، اي هاي هنا عندك، هنا هسه هذا هنا عندك القلب، هذا هنا عندك اللي هو الشامبرز مال القلب، هنا الغرف مال القلب، فهنا عندك هاي الطبقه الداخليه وهنا الطبقه الخارجيه. فلهذا يقول لك انه ايش راح يصير، هو عباره عن فشي اسمه اللي هو السب اندوكارديال انفاركشن، يعني منو راح يتضرر؟ الطبقه الداخليه بس هاي الطبقه، الطبقه الخارجيه ما حيصير بها اي شيء. اوكي طبعا ليش؟ لانه مثل ما قال انه انت عندك شنو؟ عندك partial occlusion، هذا الكورونري ارتري مو كله مسدود انما partial occlusion، وهذا الكورونري ارتري وين موجود؟ وين موجود؟ اقرب الى الطبقه الخارجيه من الطبقه الداخليه، يعني الطبقه الداخليه بقى كلش بعيد. فهاي المنطقه هوايه تنتظر على ما يوصلها blood supply، على ما يوصلها النيوتريشن، بنفس الوقت انه اصلا اكو ضغط مسلط عليها اللي هو اللي هو الهاير بريشر، يعني الدم يفوت وترجع هاي تضخ لك الدم، فانه هاي الخلايا انه تكون اكثر عرضه انه يصير بها دامج، وهم من انه خلايا ابعد ما يكون عن البلد سبلاي وعن البرفيوجن. فبالتالي اذا صار هنا عندك انسداد تقريبا 90%
أول ما تتضرر هي هاي الخلايا، وإذا صار بي أول خلايا يصير بها ديث هي الخلايا الداخلية، لأن أبعد ما يكون عن البلد سبلاي. أوكي، فبالتالي إذن مثل ما قلنا إنه حبقى الطبقة الداخلية حتتضرر. زين ليش الطبقة الخارجية ما حتتضرر؟ لأن هي الطبقة الخارجية أقرب ما يكون هي للبلد، إضافة إلى مو كل الأرتوري أصلا صار بي انسداد، فقط جزء من الأرتوري بس. فبالتالي إذن هاي تقدر تحصل لك هذا الجزء اللي جاي يوصلها من البلد. زين، فيقول لك أنه in the most serious extreme completely obstructive thrombus، في حال أنه انسد 100% خلاص، يعني الأرتر انسد 100%، ينطيك أكيد massive myocardial infarction، أكيد يعني massive myocardial infarction اللي هو شنو ينطيك هاي الحالة، أنه خلاص بقى هنا كله انسد، فالعضلة كلها تموت، massive myocardial infarction. إذن وراء عندك في حالة اسمها الفاسو كونستركشن، مثل ما قلنا الفاسو كونستركشن إنه يعني يضيق لك الوعاء الدموي، يعني هاي الوعاء الدموي هيك صار يصير لك هيك يضيق، فيقول لك اللي هو directly compromise the lumen diameter. compromise يعني يقلل لك اللومن diameter، هذا هنا عندك التجويف، هذا الديامتر هالقد ايش راح يسوي لك اياه؟ يقلل لك اياه رأسا، يقلل لك اللومن diameter. And potential can potentially a plaque disruption، ممكن يأثر لك حتى على البلاك، يعني بالنهاية يسوي لك plaque disruption، يعني يشقها ويصير thrombus ويصير myocardial infarction، ممكن يصير لك death. الفاسوكونستركشن the atherosclerotic plaque can be stimulated by، يقول لك إنه الفاسوكونستركشن ممكن إنه stimulated by عدة شغلات. أولا هو a circulating adrenergic agonists، عندك اللي هو الأدرينالين، هاي منتهي من عنده، هي هاي وظيفة الأدرينالين، يعني احنا كنا سامين بالأدرينالين، أكيد إنه بالأدرينالين شو يصير؟ لازم يصير vasoconstriction. ليش؟ على مود يزيد لك ضغط الدم، فلهذا إنه الأدرينالين يزيد لك ضغط الدم، يصير vasoconstriction، فيصير إنه زيادة بضغط الدم، فمثل ما قلنا هو الأدرينالين يسوي لك vasoconstriction. مثلا كذلك عن طريق اللي هو الريليزد بليتلت كونتنت، اللي هو نتيجة للبليتلت، البليتلت تفرز محتويات، المحتويات أكيد لأنه على مود يعني تعتقد إنه يعني الجسم إنه أكو يعني خلل، يعني وأكو إنه في درابتشر بالمنطقة، فش يسوي لك البليتلت؟ دائما فهنا وين هاي هنا عندك، هاي هي البليتلت، فتيجي هنا البليتلت تفرز لك مرات مواد على مود بهاي المنطقة يصير بها فاسو كونستركشن، يعني تضيق لك يصير بها فاسو كونستركشن. زين، أو ممكن إنه يصير لك إمبالانس بتوين منو بتوين الإندوثيليال سيل ريلاكسينج فاكتورز اللي هو النيتريك أوكسيد وما بين الكونتراكتينج فاكتورز اللي هو الإندوثيلين، يعني هنا أكو ما بين اللي هو الإندوثيليال سيل ريلاكسينج فاكتورز، فت فاكتورز يسوي لك ريلاكسينج للإندوثيليال سيلز اللي هو مثلا النيتريك أوكسيد ترخيها، أو لا أكو فاكتور يسوي لك كونتراكشن مثلا عندك اللي هو الإندوثيلين. كذلك آخر شيء عندك اللي هو البريفاسكولر إنفلاماتوري سيلز، البريفاسكولر إنفلاماتوري سيلز اللي هو الخلايا الموجودة بالبريفاسكولر، هاي المونوسايز اللي مثل ما قلنا همين ترى تنطيك سايتوكينز تنطيك هاي الأمور، فهاي همين ممكن تسوي لك فاسو كونستركشن. أوكي، فمثل ما قلنا الأدرينالين هذا معروف ما به مجال، الأدرينالين لازم يسوي لك إياها. اللي عندك يا بهاي المنطقة هو شنو؟ هو أثيروسكليروسيس، ومثل ما قلنا إيش موجود عليها؟ بليتلت، فإذا الفاسو كونستركشن ممكن يصير نتيجة الإفرازات مال البليتلت، ممكن يصير نتيجة الإفرازات مال الإنفلاماتوري سيلز اللي موجودة بالإندوثيليوم. أنا هم إيش عندي؟ عنده الإندوثيليوم صار بها خلل disruption، يعني صار بها إن أنا هاي الخلايا بعد متدمجة صار بها خلل، فبالتالي إذن همين إنه نتيجة الخلل اللي جاي يصير ما بين الريلاكسينج فاكتورز وما بين الكونتراكشن فاكتورز. ورا عندك الانجينا بيكتورس، الانجينا بيكتورس، الانجينا مثل ما قلنا هو عبارة عن intermittent chest pain، يعني ألم موجود بالصدر عن طريق الترانجينت ريفرسيبل مايوكارديال إسكيميا، نتيجة للإسكيميا إحنا ذكرناها قبل شوية إنه الإسكيميا بالبداية يسوي لك انجينا عبارة عن chest pain، وراها يلا يسوي لك death في حال انه استمرت او كانت الاسكيميا كلش قوية يلا يسوي لك death، بس هو اول عرض يسوي لك chest pain. يقول لك انه يصير نتيجة الترانجينت reversible myocardial ischemia. ليش الترانجينت؟ لانه تروح وتجي، لانه في حالة انه لو كانت هاي الاسكيميا مستمرة لانه مثل ما قلنا لفترة طويلة بهاي الحالة اذا شو يصير لك؟ ما ينطيك انجينا، لا بهاي الحالة حينطيك اصلا death myocardial infarction يصير،
فلهذا على مود يصير عندك انجينا فقط عبارة عن ألم بالصدر، المفروض انه هي تكون ترانجينت، يعني تروح وتجي، يعني مو دائما الدم مقطوع عن القلب، لا، انما مرات يجي مرات يروح يجي، فينطيك ألم بالصدر يكون ريفرسبل، يعني حاليا السالفة انا اقدر اعكسها. ليش انا اقدر اعكسها؟ لانه حاليا الخلايا ما ميتة، حاليا الخلايا ما ميتة، فهي الاسكيمي انا اقدر اعالجها لانه الخلايا ما ميتة. المايوكارديال انفاركشن حالة الريفرسبل، لانه الخلايا ماتت خلاص، يعني بعد شلون انا اقدر اعالجها؟ فماتت الخلايا. فهنا بالانجينا الموضوع يكون ترانجينت ويكون ريفرسبل مايوكارديال اسكيمي. يقول انه هذا البين اللي جاي يصير نتيجة للاسكيميا ممكن يكون نتيجة انه هاي الاسكيميا induced، تحفز لك ريليز للادينوسين والبراديكاينين والاذر موليكيولز اللي هي وظيفتها شنو؟ يسوي لك ستيميوليشن للاوتونوميك افرنس، يسوي لك اذا تحفيز للاوتونوميك افرنس. الاوتونوميك هو اللي غذي القلب، فالاوتونوميك افرنت يعني الصاعد، هذا الصاعد لك للدماغ، يحفز لك اياه، يحفز لك هنا منطقة السنسيشن مال الالم، انه يحسس لك انه اكو الم. فيقول لك انه 3 variants are recognized، انت عندك 3 انجينا، عندك يسموها typical او الستيبل انجينا، البرينزمتال او الفاريانت انجينا والانستيبل انجينا. التيبيكال هاي يكون بريدكتبل، episodic chest pain. ليش predictable؟ لأنه أنا أعرف أنه أنا فقط في حالة سويت رياضة يلا حيصير عندي انجينا، فهي إذن يكون predictable متوقع. episodic chest pain ويكون يعني predictable episodic، يعني هي أكيد يعني مو حتروح حتجيك مرة وتروح، لا، إنما متسلسلة، مو متسلسلة بس يعني تجيك على فترات، وهاي الفترات مالتها معروفة، يعني أنا أعرف أنه هي شو وقت حتجيني، حتجيني بس في حالة الرياضة. فهي تكون predictable episodic chest pain associated with particular levels مثل ما قلنا of exertion، في حال انه انا سويت رياضة او في حالة increase بالdemand، يعني انا اكيد اذا سويت رياضة ايش راح يصير؟ راح اكيد انه قلبي راح يشتغل اكثر، وتشتغل اكثر يعني انه اكيد راح انه محتاج blood supply اعلى، فاذا increase بالdemand. مثلا عندك التاكيكارديا، وراء عندك اللي هو او يعني تاكيكارديا او الهايبرتينشن او انه الهارت ريت اعلى، يعني هو هاي الحالات. الفاريانت انجينا، الفاريانت انجينا هي هاي يصير لك اترست، بس شو وقت يصير لك؟ نتيجه الفاسو سبازم، الكوروناري ارتري سبازم، هذا الكوروناري ارتري يصير بيه سبازم بمنطقه محدده، هاي يسميها بالفاريانت انجينا. الانستابل انجينا مثلا يسميها بالكريسندو انجينا، increasingly frequent pain، هم من هذا عبارة عن ألم episodic pain أو frequent pain، ألم متكرر ويكون إنه جاي يزيد. precipitated by progressively less exertion or even occurring at rest، فمثل ما قلنا شو وقت يصير لك؟ ممكن حتى at rest، ممكن يصير لك حتى ويا يعني less exertion، يعني حتى أقل جهد تسوي ممكن يصير لك unstable angina. The unstable angina مثل ما قلنا associated with a plaque disruption. ليش with the plaque disruption؟ لأنه مثل ما قلنا الانستابل انجينا أو اللي هو الانستابل انجينا شلون تصير؟ لأنه أنت عندك اثيروسكليروسيس، هذا الاثيروسكليروسيس زاد لك تقريبا لحد 90%، لحد 90 إلى 100%، هذا منو يقدر يصير 90 إلى 100%؟ فقط في حال أنه عندك صار اثيروسكليروتيك رابتشر. وهم نرجع إلى مصطلح الكوروناري سيندروم مثل ما قلنا، أنه هذا إلى علاقة بمنه؟ بالacute plaque changes اللي هو rupture, disruption, ulceration، هذا إلى علاقة، اللي هو يشمل منه؟ يشمل unstable angina. فلهذا دائما أنا من أقول myocardial infarction, unstable angina, ال death، أخلي ببالي إنه ذني صارا أو يعد ضمن مصطلح الكورونري سيندروم، اللي هن أصلا شنو الكورونري سيندروم؟ اللي هو أصلا يشمل plaque changes، فذني كلهن عبارة صار نتيجة plaque changes أو rupture أو disruption. أوكي؟ and superimposed thrombus، أكيد إذا صار rupture صار عليها الثرومبس، ممكن نتيجة ال distal embolization، ممكن لا أصلا نتيجة حتى أو يعني أنت عندك خثرة صايرة بمكان انكسرت هاي الخثرة وانتقلت لك إلى الكورونري artery وسددته of the thrombus and or vasospasm، ممكن يصير لك ال unstable angina نفس حال الفاسوسبازم. فالفاسوسبازم ممكن يسبب لك variant angina، ممكن يسبب لك unstable angina. It's often harbinger of the MI، مثل ما قلناك على الأغلب تجلب لك myocardial infarction. The unstable angina على الأغلب تجلب لك myocardial infarction. ليش؟ لأنه أنتش عندك عندك rupture وصار أكو thrombus. إذن هذا ممكن الموضوع يتطور إلى
انفاركشن يعني خلايا حتموت، لانه انسد 90 إلى 100%، فاكيد اذا انسد 100% خلاص خلايا حتموت يعني. Caused by complete vascular occlusion، اذا انسد 100% يعني حينطيك مايوكارديوم انفاركشن.